فمن العلامات الصغرى للساعة أن يكثر الظلمة وأعوانهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: يكون في أمتي في آخر الزمان قوم معهم سياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقوبتهم كما جاء عند مسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قال: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وثبت عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس.